صباح الخير، أنا زهراء، أهلا بيكم في قناتي. النهاردة هنعمل ريفيو عن أحد أدوات الكرافت، وهي تقريبا من أهم أدوات الكرافت المستخدمة. فأنا كل ما يجي عندي أو أجرب أداة من أدوات الكرافت المميزة الجديدة هعمل عنها ريفيو، بحيث ان الناس تقدر تقرر تشتري ايه وما تشتريش ايه حسب احتياجاتها. دي قطاعة فيسكرز. فيسكرز دي قطاعة يعني براند أمريكية متخصصة في الحاجات اللي ليها علاقة بالقطع والقص والمقصات عموما. يعني القطاعة دي قطاعة روتري، ده البليد بتاعها، الشكل بتاعه. الحقيقة ان انا ما عملتش ريفيو عنها اول ما اشتريتها، انا استخدمتها لمدة شهرين وبعدين قررت ان انا اقول بعض المميزات بتاعتها وبعض الفروق بينها وبين القطاعة بتاعتي المعتمدة اللي انا بحبها جدا وبستخدمها يوميا بقالي سنتين ونص، وهي قطاعة تونيك ستوديوز الجلوتين. قطاعة فيسكرز دي نقول شوية معلومات عامة عنها. القطاعة دي بعض المميزات ان هي وزنها خفيف، شكلها كومباكت كده وشكلها انيق وشيك، ليها رجول مصنوعة من المطاط بحيث ان انا وانا بقطع ما تبقاش بتتحرك مني، تثبت على السطح بتاعي وانا بشتغل. المقاس بتاعها الطول هنا 12 انش، والعرض بتاعها ليها دراع كده بتتفتح هنا اهي كده، ليها دراع بتتفتح لحد مقاس 12 انش ونص، يعني 31 سنتي ونص تقريبا. المسافة بتاعتها دي كلها 31 سنتي ونص. هنا محددين عليها بعض المقاسات الظريفة، هي مثلا A7 والA6، يعني بعض المقاسات المهمة في الاستخدام. السطح ده محمي بطبقة بلاستيك كده خفيفة قوي، بحيث ان هو يحمي السطح ده من ان هو يجي عليه حبر او ان هو الخطوط دي او الارقام دي تتشال. حاجة كمان ان هو طبعا روتري بليد، البليد بتاعها هو عبارة عن عجلة كده او سلندر كده، السلندر دي بتقص رايح جاي على طول المكان ده، وفي هنا قفل صغير. القفل الصغير ده لما نفتحه كده بنقدر نفتح المنطقة بتاعة البليد دي كلها. زي ما انتوا شايفين البليد هنا من جنب، عايزة اوريكم الحتة دي، البليد هنا طول ما هو شكله كده ما بيقصش، فاحنا نقدر نعدي ايدنا هنا عادي جدا من غير ما نتعور. لما نزق كده البليد لتحت فالبليد بينزل ويقص، فاحنا مستوى القطع اللي احنا عايزينه او القوة اللي احنا عايزينها بنستخدم قوة حسب. يعني انا عايزة اقطع ورقة رفيعة بدوس شوية صغيرين مفيش مشكلة، لو انا عايزة اقطع حاجة سميكة قوي بروح دايس قوي، فالبليد بيظهر بشكل اكبر او بعمق اكبر فيقص ماتيريال سمكها اكبر. اوكي، وكمان بنقدر نشيل البروتكتور ده. البروتكتور ده ظريف جدا في ان هو من هنا عريض، بحيث ان انا احط ايدي كده لو ايدي فيها حبر او فيها حاجة وانا بقص ورقة ومش عايزاها تتوسخ، فانا بحط هنا ايدي عشان اقدر ادوس، والبروتكتور بتاعها هنا عريض بحيث ان انا اقدر اثبت الورقة بقدر الامكان عشان تقص. تمام. المكان اللي بتقص فيه هنا هو الجزء البلاستيك هنا على طرف الجزء البلاستيك بتاع البروتكتور الداخلي ده، بحيث ان انا وانا بحط الورقة اقدر اشيل البليد خالص واشوف فين المكان بالظبط اللي انا عايزة اقص فيه، وبعدين بننزل البليد كده وبنقفل. تمام. وبعدين بنحط ورقة، تعالوا نجرب القص بيها، نحط ورقة هنا كده وهنروح دايسين وهنقص. بتقص شارب لاين ممتاز جدا، ده ورق كرافت 300 جرام. تعالوا نجرب نقص بيها شيب بورد. نفتح بقى كده ونشوف قصة الشيب بورد، برضو ممتاز جدا، ده شيب بورد سمكه حاجة سميكة، يعني مش حاجة رفيعة، برضو قصته كويس جدا.
فالروتري بليد ده من الحاجات الممتازة جدا، يعني انا دايما بحب استخدم ده للاستخدام المحترف. يعني لو انا لسه مبتدئة او لسه في الاول، استخدم اي قطاعة تبقى قدامي، القطاعة اللي هي ب100 جنيه او ب200 جنيه اجيبها، او حتى كتر كويس نظيف ومسطرة اقطع بيها. انا بتكلم على بقى المستوى المحترف، لو انا بقطع مثلا في الشهر اكتر من 50 ورقة، فانا هبقى محتاجة قطاعة ورق اولا عشان ايدي ما يحصلش فيها شد سترين، ساعات بيحصل حيل في الكتف او في الايد من كتر التقطيع. انا جربت سنين من غير قطاعات ورق، فالحقيقة ان انا ايدي كانت بتوجعني لان انا بستخدم قطاعة الورق كتير جدا وبقص الورق كتير جدا. فلو انت استخدامك اكتر من 50 ورقة للقص، فمهم قوي ان انت يبقى عندك قطاعة ورق. قطاعة الورق دي هتساعد كتير جدا في الشغل، وهتبقى تقريبا ايدك اليمين. يعني قطاعة الورق اللي انا برشحها للمستوى المحترف مش القطاعات اللي ليها بليد كده، يعني بيتحرك كده رايح جاي وخلاص، البليد ده بيتلم بسرعة، ساعات بيصدي، ساعات بيقص الورق مش مظبوط. فلو انت استخدامك للقص كتير، مرشحش خالص القطاعات الا القطاعة الروتري اللي هي شكلها كده، البليد بتاعها بيبقى مدور كده، او القطاعة الجلوتين اللي هي بيبقى البليد بتاعها كده. احسن قطاعات الجلوتين هي القطاعة اللي من تونيك ستوديوز، او اللي شكلها زي دي بالظبط، زيها بالظبط، لكن بتاعة تيم هولز. وهي اكشلي بتاعة تيم هولز هي عبارة عن كولابوريشن ما بينهم وبين التونيك ستوديوز، يعني هو تيم هولز اتفق مع تونيك ستوديوز ان هو ياخد البليد بتاعهم ده ويحطه على القطاعة بتاعته الخاصة ويبيعها. يعني ده نوع من انواع التعاون ما بينهم، لكن هو البليد بتاع قطاعة تيم هولز هو بالظبط البليد بتاع تونيك ستوديوز. حتى لو تلاحظوا ان هو هيبقى نفس الشكل بالظبط، بس في اختلاف للون، ومكتوب عليها تونيك ستوديوز ومكتوب عليها تيم هولز الاتنين، لان هي بليد التقطيع هو من البراند بتاع تونيك ستوديوز. فدي احسن قطعتين، احسن القطعات في المستوى المحترف هي القطعات من البراند فيسكرز. فيسكرز هي احسن براند من الحاجات التقطيع الامريكية، عندهم فرايتي كبيرة جدا من القطعات، عندهم فرايتي كبيرة جدا من القطعات الروتري كمان. القطعات الروتري في دي وفي حاجة اعلى منها في المستوى، هسيب لكم اللينك بتاعها في ديسكريبشن بوكس، تبصوا على تمنها او الحد لو حد حابب يشتريها. دلوقتي بقى هقول لكم ايه هي مميزات القطاعه دي عن القطاعه الاصليه بتاعتي، يعني انا ليه جبت القطاعه دي وانا عندي الجلوتين بتاع تونيك ستوديوز. انا يعني بنسبه 90% بستخدم قطاعه تونيك ستوديوز، ليه او امتى بستخدم قطاعه فيسكرز؟ هقول لكم ايه هي المميزات بتاعه القطاعه دي بالذات. القطاعه دي فيها شويه مميزات. الميزه الاولى ان هي المكان بتاع الدراع وهو بيفتح مكانه مختلف عن المكان بتاعه هنا. هنا لما بكون عايزة يعني اقيس المقاس اللي هو ما بين 15.5 سنتي، من اول 15.5 سنتي لحد 16 سنتي، الحتة دي ضايعة، الحتة دي ما بعرفش يعني اعملها بمقاس مظبوط من اول 15 سنتي ل 16 سنتي في الحتة دي. الحتة دي دايما انا بحتاجها، ودايما بتضايق قوي ان هي فيها مشكلة او ان هي مش مظبوطة. الحتة اللي هي من 15 ل 16 سنتي، الرقم السنتي ده مش موجود هنا، متعرفيش ابدا تجيبيه مظبوط 100%. في القطاعة دي الحتة اللي فيها الدراع من 15 ل 16 سنتي موجود، اكشلي هنا من 13 ل 14 سنتي هو اللي فيه مشكلة، او هو الترقيم بتاعه مش مظبوط. فانا الحتة دي اللي ضايعة عندي في القطاعة دي موجودة هنا بوضوح، فمش هيبقى عندي مشكلة في الحتة دي في الترقيم. حاجة كمان ان الورقة هنا او القطاعة من الناحية دي من البليد، يعني الناحية اليمين من البليد فيها ترقيم، فدي برضو مهم قوي لما بكون بقص حاجة سمكها رفيع. يعني انا عندي حاجة سمكها رفيع وانا عايزة اعرف مقاسها من هنا، يعني عايزة اوصل لمقاس 3 سنتي مثلا من اول البليد لحد هنا. في المقاسات الصغيرة حلو قوي ان انا يكون عندي ترقيم من الناحية اليمين، فاشوف اقدر اشوف المقاس من هنا ومن هنا، فدي برضو حاجة ممتازة جدا، عشان اوقات لما بدخل تحت الحتة دي ما ببقاش عارفة اوصل للمقاس وما بعرفش اشوفه كويس، فكويس قوي ان هي فيها ترقيم من الناحية دي. حاجة كمان ان هي فيها ستوبر هنا وهنا،
ستوبر ده اللي هو حاجة توقف الورقة، ده يخليني وانا بقص الورقة، لو انا بقص الورقة وهنا مفيش حاجة، اوقات بتبقى الورقة مايلة كده شوية وانا ما باخدش بالي واروح اقصه، فالقص بيطلع مش مظبوط حتى لو بفرق اقل من ملي، برضو بيبقى الورق مش مظبوط، لما اجي اعمل طبقة فوقها طبقة تانية بيبقى الشكل مش مظبوط. وكمان بنقدر نعمل حاجة مفيدة قوي في القطاعة دي اكتر من القطاعة الجلوتين. القطاعة الجلوتين بتعمل حاجة ليها طريقة قص معينة، وهي ان انا عايزة اقص على طول الخط الاحمر ده على سبيل المثال، فانا هاجي هنا هحط الورقة بالشكل ده وهثبتها وهقص، فهي هتقص على طول الخط بتاعي من اوله لاخره، مفيش مفر انها تقص من اول لاخر الورقة. طيب على سبيل المثال انا عايزة مش عايزة اقص من اول لاخر الورقة، عايزة اقص حتة بس في نص الورقة، يعني انا عندي خط اهو وانا عايزة اجي في نص الخط ده واقص حتة معينة في وسط الخط، في وسطه مش في اوله ولا في اخره، فانا هاجي هنا طول ما انا بحرك البليد على الورقة بدون ما اضغط عليه فهو بيتحرك من غير ما يقص، فانا هاجي في نص الورقة في مكان ما انا عايزة اقصه واجي ادوس واروح قصه وشايلة ايدي، هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا اقص حتة بس من الورقة، هقص جزء في نص الورقة، وده يعني يعتبر السبب الاساسي ان انا اشتريت قطاعة ورقة جديدة على شكلها روتري، هو ان انا عايزة قطاعة كويسة متينة بروفيشنال، وكمان عايزة قطاعة بتعمل القصة دي، بتعمل ان انا لو مش عايزة اقص الورقة من اولها لاخرها، عايزة اقص جزء فقط من الورقة، ان انا عايزة اعمل جيب كده بالشكل ده او عايزة اعمل فتحة في وسط الورقة، فانا لازم اجيب قطاعة ما تكونش جلوتين، الجلوتين ما بتعملش القصة دي، الجلوتين بتقص الورقة من أولها لآخرها، لو أنا عايزة أقص حتة في وسط الورقة بس، ودي من أهم مميزات القطاعة دي أو القطاعات الروتري عموما، هي القصة دي. القطاعة الروتري دي بيجيلها طبعا بنشتري لها بليتس كل ما ده يتلم، بس الفكرة ان القطاعة الروتري ايه ميزتها عن القطاعات التانية اللي هي الرديئة اللي هو بيروح ويجي كده حاجة كده السن بتاعها حاجة صغيرة، السن الصغير ده بيتلم بسرعة جدا جدا، لو انا تقطيع للورق كتير بسرعة بسرعة هيتلم، وبسرعة بسرعة التقطيع بتاعي مش هيبقى مظبوط خالص. القطاعة الروتري دي عشان نفكر نغير البليد بتاعها ده فاحنا بنحتاج وقت طويل جدا، بيقعد وقت طويل جدا لحد ما يتلم او لحد ما يحتاج تغيير، ليه طبعا اشكال كتير مختلفة، للقطاعة الستريت عادي، في حاجة بتعمل سكورينج، في حاجة بتعمل تخريم في الورقة بيرفوريشن، في حاجة بتقص كده ديكو ايدج، يعني انا ان شاء الله هشتري للقطاعة دي ديكو ايدج اللي هي بتعمل زي قطاعة تيم هولز اللي بتقص شكل كده شكله فينتج، يعني مش فيكتوريان او ديكو ايدج، ده بيقص حاجة مشرشرة كده لكن يعني مش زجزاج ومش خط مستقيم، حاجة في وسطهم كده شكل فينتج شوية، ده مناسب جدا للشغل الفينتج، فنقدر نشتري لها بليت زي ما احنا عايزين، حتى النوع ده من القطاعة، يعني القطاعة دي في منها بليت خاص بيها مغطى بالكروم، فده برضو يخليني اقطع في ماتيريال زي دبل سايد تيب وحاجات زي كده، وسهل جدا ان هو يتنظف يعني، وبيعيش اكتر، اللي هو الكروم بليتد العادي بيعيش كتير لكن الكروم بليتد بيعيش اكتر منه. دي كده يعني معظم او كل مميزات القطاعة الجديدة دي، وده ريفيو بعد استخدام شهرين للقطاعة دي، بجانب القطاعة بتاعتي الاساسية اللي هي التونيك ستوديوز، انا برضو هحط لكم الريفيو بتاعي عن القطاعة دي اول ما جبتها في الديسكريبشن بوكس. ده كده القطاعات اللي عندي، دي قطاعات للمستوى المحترف، ما بنقولش ان احنا نبدأ بيها، القطاعات دي سعرها غالي الى حد ما فما نبدأش بيها، لكن لو انا عايزة استثمر او لو انا عايزة اشتري في يوم من الايام قطاعة، انا اقطع بكتر ومسطرة لحد ما ربنا يسهل او اقدر اشتري قطاعة من القطاعات المحترفة الكويسة اللي هتعيش معايا، يعني القطاعات الكويسة بتعيش بالسنتين وبالتلاتة والاربعة، مفيش مشكلة خالص في قطعها، يعني هي بتقطع بيرفكت طول الوقت. لو القطاعة قعدت شهرين تلاتة سنة وانا بقطع بيها كتير وهي قطاعة رديئة، فغالبا هيبقى مشاكلها هتظهر سريعا يعني، ف
دي القطاعات اللي انا برشحها للي حابب عايز يشتري قطاعة ورق كويسة، ماركات كويسة وتكون مناسبة للمستوى المحترف اللي هو بنتكلم فيه 50 ورقة في الشهر مثلا، بنقص 50 ورقة في الشهر فما فوق. فالقطاعات دي هي اللي انا برشحها. اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في فيديوهات كرافتية. اشوفكم، باي باي، مع السلامة.